هاي الشباب كل شوارع كربلاء من تشغيل يطالبون بإسقاط النظام، نظام الأحزاب، نظام الأحزاب القذر، نظام الملالي. هذا الرصاص الحي قتلوه قتلوه، استهدفوه قوات مكافحة الإرهاب وإسوان، قتلوه البارحة بالليل من 10 إلى 3 من فتح على الكثيف وشردة والشباب. هاي كربلاء الحسين، اسمع كل هذا مصطفى فارس دافع على العراق، لا أكثر، على العراق يطالب بالوطن لا أكثر. الحكومة الغير أمنية كيف تقمع المتظاهرين؟ المستشفى قال لي أنا نقلت تسعة، شلون شهدوا عقلي؟ يعني مجزرة سووها بكربلاء، شلون ينكرون؟ أحد الجرحى في محافظة كربلاء، الرصاص الحي يرمى بهذه الطريقة البشعة، يخرى من قوات الإرهاب وقوات تسوان باب كربلاء، يرمى بطلقة بعينه وطلقة أخرى بصدره. من البصرة لبغداد ما نرجع إلا بسقوطكم والله.